السيد الوزير أشرف صبحي، تفضل إلى المنصة من فضلك لصورة تذكارية. السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي جميعا تفضلوا يا فندم. الوزيرة داليا خرشد والسادة أعضاء التحالف جميعا، السيد سعيد الحسني والأستاذ المهندس عصام، السادة أعضاء مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء دكتور محمود المتيني، اللواء يحيى عبد الكريم، الوزير ياسر القاضي، الوزير سعد الجيوشي، اللواء جمال مختار، كل النخبة الموجودة، أستاذنا الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق. أعضاء شركة الأهلي المنشآت الرياضية. سعدي طبعا قايم بدورين، يعني هيتصور وطلع في الفيديو عضو مجلس اداره شركه القلعه الحمراء وترك لي هذه المهمه الثقيله. يعقوب دكتور سعد شلبي
الاهلي في دم اللي